رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 من آية 17 بركاته فلتكن معنا أمين. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلك فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمون الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تجعلوا من جهة تصرف السابق الإنسان العتيق، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق نعمة الله الآب. فلتكن معنا أمين. الحقيقة عايز أربط اللي فات باللي جاي. قلنا إن رسالة أفسس هي رسالة الحب، عمق الحب، وبيطلق عليها الأباء رسالة السماويات، وهي الرسالة بتبدأ من أول الله مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. هنا نلاحظ إن الرسالة، براجع الكلام اللي قلته، تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. القسم الأولاني 3 إصحاحات والقسم الثاني 3 إصحاحات. الرسالة 6 إصحاحات. من 1 لـ3 ربنا بيدينا، من 1 لـ3 ربنا بيدينا يدينا يدينا يدينا. فالـ3 إصحاحات عطاء. من أول 4 بيبتدي طالبنا باللي ادهولنا، بيبتدي طالبنا باللي ادهولنا. انا اديتك اللي اديتهولك، عملت بيه ايه؟ اتصرفت فيه ازاي؟ وده الفرق بين البنوة، الابن والاجير. يعني العهد القديم اسمها خدمة الاجير، عهد عبودية. العهد الجديد اسمه عهد ايه؟ البنوية. وقلنا ايه الفرق بين الاجير وبين الابن؟ بلاش كلمة اجير، اقولها لكم باللغة اللي تفهموها. ايه الفرق بين الابن وبين الشغال او الموظف؟ الموظف او الشغال او العامل في اي شركة، اي حد فيكم بمجرد ما يتخرج هيشترك في شركة في مؤسسة، ده ما يعتبرش ابن المؤسسة، لكن يعتبر ايه؟ عامل في المؤسسة. في صفتين، اولا ملش مراد في المؤسسة، ما بيورثش لانه عامل فيه. يقدر واحد موظف في الشركة ليه 30 سنة ولا 35 سنة يقول انا ليا في الشركة دي 35 سنة يبقى ليا حق الميراث؟ لا. نمرة 2، العامل يشتغل ويقبض اجرته اخر الشهر، يعني بعد ما اشتغل في اخر الشهر بيقبضون الاجرة، يا الشهر كامل يا مخصوم منه يوم او 2 حسب ايه الغلطات بتاعتي والاساءات بتاعتي بقبض الاجرة. عشان كده العهد القديم بص اسعد هذا فتحيا، يعني لو نفذت الناموس تاخد ايه؟ حياة، ادي الاجرة. لكن عهد الجديد خد حياة عشان تحفظ الناموس، خد حياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. الابن بقى أبوه ما بيدلوش المرتب آخر الشهر، ما يسميش المرتب، يسميه إيه؟ المصروف. يديله المصروف إيه؟ أول الشهر. خد يا ابني عشان تصرف، خد عشان تشتغل، لكن التاني اشتغل خد. ادي الفرق بين الاثنين. رسالة افسس كلها كـ6 إصحاحات بتوضح لنا من 1 لـ3 اقمنا معه.
بركنا بكل بركة روحية السماوات. أجلسنا معه عمل وعمل وعمل. تقرأ الثلاث إصحاحات الأولانيين تقدر كده وانت قاعد في البيت في فترة اليومين الفاضيين تمسك الإصحاحات وتكتب ربنا ادانا ايه في الثلاث إصحاحات أول. كل حاجة ربنا اداها لنا اكتبها، اكتب على نمرة واحد، نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، نمرة اربعة. هتلاقي ربنا ادانا 18 حاجة في الثلاث إصحاحات من أول أربعة لغاية الآخر بيطالبنا 18 حاجة برضه. ويبدأ بمطالبة أسألكم أنا الأسير في الرب. عايزين مننا يا بولس أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها كل تواضع القلب طول الأناة مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح. وابتدى يوضح لنا الحاجة اللي بيطالبنا بيها. بعد المقدمة دي ابتدي اكمل ايه اللي بيطالبنا بيه النهاردة بولس الرسول. اقول هذا واشهد في الرب ان لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم ايضا ببطء ذهنهم. الانسان عبارة عن حتتين، جسمه دي الشاشة بتاعت الكمبيوتر وعقله ده المخ بتاع الكمبيوتر. الكمبيوتر مش جزئيتين، جزئية فيها الشاشة اللي بنشوف فيها كل الافكار وكل التصرفات، وجزئية المخ بتاع الكمبيوتر اللي هو بندخل ليه ايه المعلومات. ما فيش شاشة نكسة وما فيش شاشة طاهرة، يعني الشاشات كلها زي بعض، الاجساد كلها زي بعض. تتصور يا اخي جسمك زي جسم مارينينا، زي جسم الانبا بشول، زي جسم ايليا النبي، زي جسم اشعيا، زي جسم داود، زي جسم يهوذا الاسخريوط، زي جسم قياسة، زي جسم اكبر شرير، وزي جسم اكبر قديس. الاجساد كلها واحد، الشاشات كلها واحد. العيب فين؟ في المخ. دخلت للكمبيوتر بتاعي معلومات مقدسة، ابص في الشاشة اشوف صور مقدسة. دخلت في الكمبيوتر بتاعي معلومات منجسة، ابص في شاشة الكمبيوتر الاقي معلومات منجسة. عشان كده التركيز كله يفضل هنا، بره اسم الشكل وجوه اسم الذهن. عشان كده يقولك ايه، تغيروا عن شكلكم ده من بره بايه، بتجديد اذهانكم من جوه. فهنا في حاجة اسمها بطء الذهن، اقولها باللغة البلد عشان تفهموها، الذهن الباطل. ايه الباطل؟ اوعى تفتكر الذهن الباطل اللي بيفكر في الخطية، لا، الذهن الباطل اللي بيفكر في الحاجات البطلة. وين هي الحاجات البطلة؟ المنظورة، كل حاجة انت شايفها بعينك بطلة، الامور التي ترى مقتلة، اما التي لا ترى فابدي. امسكك انت، ايه اللي شايفه فيك؟ تقول لي جسمي. وايه اللي مش شايفه فيك؟ تقول لي روحي. مين فيكم شايف الروح بتاعته؟ لو سألتك سؤال شكل روحك ايه؟ مين معرفش. طيب روحك ساكنة فين فيك؟ يا ترى روحك ضخمة ولا منفذة ولا صغيرة ولا عجوزة؟ مش مرتبطة بالسن كمان، ده في واحد يبقى سنه 70 سنة وروحه في قمة الشباب، واحد سنه 20 سنة وروح عجوزة هلكانة متهالكة. عشان كده اللي ما بتشوفوش الروح، اللي بتشوفه الجسد، اللي شايفه هيفنى واللي مش شايفه هيبقى. عشان كده بيقول لك ناظرين الى الامور التي لا ترى، التي ترى وقتية. ايه هو بطل الذهن؟ بطل الذهن التفكير في العالم. والعالم بطل. قال
شأنها باطل، الأباطيل الكل باطل، وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. كل اللي شايفه عينك حتى الكورة الأرضية شايفها، واللي شايفها أقول لك إيه، هتفنى، هيجي في يوم تسيح وتدوب وترجع سليم زي ما كانت. السماء من تحت شايفها ولا لا؟ تقول لي شايف السماء والنجوم، اقول لك هتتلاشى. رايت سماء جديده وارضا جديده، لكن السماء الفوقانيه اللي انت مش شايفها دي هي الجديده، لكن التحتانيه بكل مناظرها دي القديمه. عشان كده يقول لك كرداء تطويها، السماء كرداء زي عباره عن حته قماشه تتقص، دي تلف يمين ودي تلف يمين، كرداء تطويها، وانت هو انت واسمك لن تفنى. اذن هنا لما يجي يقول لك ايه، بلاش تسلكوا زي الامم ببطل الذهن. ايه بطل الذهن؟ انك تحط كل امالك في الارضيات، يعني ما نفكرش في المستقبل. ايوه فكر، بس فكر فيه كانه ارض غربه، مش كان ابد. اخر صلوه بنصليها قبل ما ننام من فوق بنقول فيها لو كان العمر ثابتا، بس لو كان العمر ثابتا وهذا العالم نمرة اتنين مؤبدا، لكان لك يا نفسي حجة واضحة، كان يبقى حجة انك تمسك وتخسر الناس كلها عشان تكسب الارض وتكسب الفلوس وتكسب المادة وتكسب الماديات، وتخسر الناس عشان تكسب كل الامور المادية. ده لو كان العمر ثابت اقول لك عندك حق، لكن ده انت حتى كل اللي هتكسبه هتسيبه، مش هتاخد حاجه معاك. وجمله صعبه جدا 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 اللي قالها ربنا للراجل الغني اللي بنى المخازن، ساله قال له جمله عجيبه، قال له والذي اعددته لمن يكون. عارفين يعني ايه لمن يكون؟ يعني اللي ضيعت فيه شقه عمرك، ده ممكن يجي لك ولد بايظ يلعب بهم القمار ويضيع لك شقه عمرك كله، ده بعد ما تروح وتسافر. يعني حتى مش هيصرفه في الصالح، ممكن يصرفه في الباطل ويضيع على مفيش، ويبقى شقاك راح على مفيش. بالاختصار نحن يا احبائي يوجد امامنا ناموسين، ناموس الله الكتاب المقدس، وناموس الخاص اسمه ايه بولس الرسول سماه ايه؟ الناموس الاخر. الناموس الاخر ده جوه كل واحد فيكم، كل واحد وواحده قاعدين قدامي واللي بيتكلم جوانا حاجه اسمها ايه؟ الناموس الاخر. الناموس الاخر ده اتكون من ايه؟ من عده اشياء، من البيئه اللي اتربيت فيها، من الوراثه اللي خدتها من ابوي وامي، من طريقة التربية، من الدراسات بتاعتي، من الاختبارات بتاعتي، من المجتمع. كل دول كونوا جوايا كتاب، هذا الكتاب اسمه كتابي، هذا الكتاب اسمه فكري، هذا الكتاب اسمه خبرتي، اسمه معلوماتي، وده قريب لي. وعشان يتكون على ايدي انا بحبه. الكتاب ده اتكون بالروح القدس، اتكون على ايدين كم واحد؟ 40 كاتب. ال40 كاتب كتبوه في 1600 سنة في بيئات مختلفة، في طبايع مختلفة، منهم الراعي ومنهم الطبيب ومنهم الصياد ومنهم بياع الجميز ومنهم الحكيم، لكن الكتاب اتكتب بشخص واحد، الروح القدس كتبه مسوقين من الروح القدس. تلاقي الناموس الاخر بتاعي متناقض، لي افكار متناقضة، والدليل على ذلك اخد قرار وانفذه وارجع في الاخر اعمل ايه؟ اندم عليه. مين اللي امن عليك القرار؟ محدش، انا اللي اخترته، وساعة اخترته كنت بقواي العقلية
وكنت راضي كل الرضا وكنت مقتنع بيه تمام الاقتناع ورضى عنه واعتقد ان هو ده سر سعادتي. وبعد كده لقيته هو سر تعاستي وندمت عليه وندمت في اليوم اللي انا خدت فيه القرار ده. عشان كده الكتاب بيقول لنا على فهمك لا تعتمد. الناموسين دول واحد قريب وخاطئ وواحد بعيد وصح. مطلوب مني اني ما اعملش زي الامم. ليه؟ الامم بيمشوا باللي جوه. طب والمسيح عايز منين؟ عايز اللي جوه تركمه على جنب وتلغيه وتغض العين عنه وتدخل ده مكانه. تدخل ده مكانه. ده اسمه ناموس الله. واللي جوه ده اسمه ناموسك. لو خدت ناموس الله ودخلت جواك بالكامل يتحول ناموس الله الى ايه؟ الى ناموسك. قولوا معايا كده، طوبى للرجل الذي في ناموس الله يلهج نهارا وليلا. لما يلهج يتحول ايه؟ الذي في ناموس الله يلهج نهارا وليلا وفي ناموسه كل ما سرته الله. ناموس الله ما خلاص، ناموس الله بقى ناموس، فبقى المسرة بتاعتي بناموس الله اللي بقى بتاعي، فبقى لي فكر المسيح. ليكن لكم فكر المسيح. خد فكر المسيح، ايش بيه؟ مش تاخد فكرك، مش تاخد خبرتك، مش تاخد قرارك، لا انا هعمل كذا واعمل كذا. حبيبي قبل ما تعمل كذا راجع اللي انت هتعمله على كلمة الله، راجع على فكر الله صح ولا غلط. في المراجعة تقدر تراجع وتقدر تعرف. فهنا دي الصورة. فبيقول لهم ما تسلكوش، انا طولت فيها شوية بس عشان اوضحها، ما تسلكوش في الامم الذين يسلكون ببطل ذهنهم. اذ هم مظلمون الفكر، فكرهم ضلمة ومتجنبون. خلي بالك اللي فكره ضلمة ايه؟ متجنب عن حياة الله. ليه متجنب عن حياة الله؟ افتكروا، لان الله نور وهم فكرهم ضلمة، وامر الضلمة ما تحب تعيش مع النور. ليه؟ اصل لو دخل النور في حياة الضلمة، الضلمة بتتلاشى وهي عايزة تثبت وجودها، عايزة تثبت كيانها، لدرجة وصلت الضلمة الجهل. وقال الجاهل في قلبه ليس الله، مفيش حاجة اسمها ربنا. قال الجاهل في قلبه ليس الله، يعني سيبك بتنعز بتوع ربنا وبتوع الله، دول ناس مدروشين وناس معقدين ومكلكعين، انا مش بتاع الحاجات دي ولا بتاع الامور دي كلها. ده احيانا الانسان يفتخر يقول لك اوعى تفتكر ان انا من بتوع الكنائس. لا، انا لا بتوع الكنائس ولا بتوع الدروشة. امال انت يا حبيبي؟ لا، انا اللي ماشي عصامي، ماشي بعقلي وماشي بفكري وماشي بتصرفي وبكياني، وده اللي بيقع في الاخر اصعب الوقعات. عشان كده هنا بيقول عنهم الكتاب ان هم دول بسبب غلاظة قلوبهم مظلمون الفكر متجنبون حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم، بسبب غلاظة قلوبهم. ما هي غلاظة القلب؟ العاطفة الأرضية. ما دربوش العواطف بتاعتهم انها تكون سامية، عواطف تسمو في حب الله. طول عمرهم منوعين في حب الارض والارضيات، كل عواطفهم تميل للارض وتميل للارضيات. لما تيجي تكلمهم في الارضيات تلاقيهم بربند، يتكلم في كل حاجة، في الكورة يتكلم، في الرياضة مش عارف، في السياسة يتكلم، في اي حاجة يتكلم. لكن تيجي في الكلام عن الله تبص تلاقي ايه؟ سكت. تقول بصلي، يقول لك اصلي اقول ايه؟ صلي يعني اكلم ربنا. طب انا عارف يعني اكلم ربنا، اقول
بقول ايه؟ ما بعرفش اصلي. كلمة ما بعرفش اصلي يعني ما بعرفش اتكلم مع الله. طب ما انت بتكلم طول الارض، ما انت بتقعد مع ناس من كل النوعيات ومن كل البيئات وبتثبت وجودك وتتكلم، وساعات تزعل تقول قعدت في الجلسة ما ادونيش فرصة اتكلم، في واحد سيطر على الجلسة، كان نفسي اتكلم، كان نفسي اقول انا مين. لما ربنا مديلك الفرصة وساكت ويقولك اتكلم وقول كل اللي عندك، وانا يا ابني اذان صغية ليك، حتى لو اتكلمت غلط هقبل كلامك وهصلحه لك. عشان كده لما جه يتكلم قال لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله. خلي بالك يعني احنا احيانا بنصلي حاجات ونقول كلام غلط في غلط، اذي اننا نحن نعلم ما نصلي لاجله، يعني بنصلي غلط. طب نبطل صلاه؟ قال لا، صلي غلط. طب الحل؟ والروح، ها الايه اللي بعديها، والروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها. اتاري وانا بصلي بطلب حاجات غلط، وانا بطلب حاجات غلط اتنهد. اتاري التنهد اللي وسط طلبتين ده مش تنهد انا، ده تنهد الروح. نهدة الروح بيفهم الله انا محتاج ايه فيقول حاضر ويديني اللي طلبه الروح من اجله. هذا معنى كلمة الروح يشفع فينا بأنات، بأنات. وكلمة أنات يعني أن أن قل له الأن دي، يعني واحد بيصلي ويقول له يا رب يسوع أشكرك من كل قلبي، اتنهد التنهيدة دي. اسأل اللي اتنهد، أنت بتتنهد ليه؟ لك مش عارف، لكن ربنا عارف، عرف يترجم التنهدات دي. الروح القدس هو اللي اتنهدها فيك، ودي لا ينطق بها يعني ما تترجمش، لا تترجم. اسمع الأمان، ربنا بيبص لأنين القلب مش لكلمات اللسان. أبليكم دليل صغير لهم ليه حطهم في حتة جبل واقف عن اليمين زي الحيط ميطلعش، وجبل واقف على الشمال برضو زي الحيط، والبحر من قدام وفرعون كبس عليهم من ورا. يعني عارف لو في الصحراء كان كل واحد ايه جرف ناحيه، ما كانش قدر موسى يلمهم، وكانوا جريوا وتاهوا وماتوا، لكن ربنا دخلهم في حته ما يعرفوش يهربوا منها، اسمها فم الحيروس. حيروس يعني الوحش، كانه دخلهم في فم الوحش، تدخل الفم الوحش وتقول له بحبك. لدرجة الشعب قال لموسى ايه؟ قالوا له جملة غريبة، قالوا له موسى هو الهك ملقيش قبور يدفننا فيها في مصر، جايبنا عشان يدفننا هنا؟ ما خلاص احنا هنندفن في الحتة دي. شوفوا موسى بقى كان انسان عظيم، وقف وقال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ما رايكم في كلمات موسى؟ كلمات جميله هاديه ممتازه، لكن هو بيتكلم ظهر قلبه من جوه بيتنهد، والروح القدس جواه بيصرخ بتنهدات. فقال الله لموسى ما لك تصرخ الي؟ انا صرخت، انا ما فتحتش بقي. قال له اه قدام الناس ما صرختش، لكن جوه بينك وبين نفسك قلبك وعينيك كده بتبصلي بتعاتبني، بتقول لي ليه عملت كده؟ لما انت هتعمل كده بعدت من الاول ليه؟ ما انا قلت لك ما روحش وانت اللي غصبت عليا، ليه تدخلني في موقف محرج؟ ليه تحطني في ازمه؟ صعبان عليا منك، ما قالش ولا كلمه، لكن النبضات بتقول ايه؟ بتقول كده. فربنا رد عليه قال له مالك تصرخ الي؟ مد ايدك على البحر، مد العصا بتاعتك على البحر وانت تشوف وانت تتاكد وتعرف. فهنا تظهر الصوره يا احبائي جميله، ان الروح بيشفع فينا بانات لا ينطق بها. عشان كده بيقول ان هم بسبب غلظه قلوبهم اي عواطفهم المتجهه الى الارض. كمان في حاجه تانيه،
الذين هم قد فقدوا الحس. يعني ايه الحس الآدمية؟ ما بقوش بني آدمين، أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. خلي بالكم، الحيوان راقي، الحيوان راقي حتى في الارتباط الجسدي، والإنسان بسبب طمعه. يعني طمعه، طمع الإنسان إن عايز يملك كل حاجة. الطمع على فكرة يساوي الزنا، والطمع يساوي عبادة الأوثان. احترسوا لأنفسكم من عبادة الأوثان التي هي الطمع. ايه الطمع ده؟ عايز يملك كل حاجة، حتى الأمر الارتباط الطبيعي بين الرجل والمرأة اللي ربنا حطه في أسمى مقام، لما فقدوا الحس ابتدوا يفكروا في ارتباط غير طبيعي اللي هو الشذوذ. غير طبيعي ليه؟ ليه بتفكر في الغير الطبيعي والله اعتقد طبيعي؟ قال لك لان خلاص فقدت الحس. طب وايه السبب اللي خلاك فقدت الحس؟ لان كنت بفعله على مستوى الجسد، والحاجه اللي على مستوى الجسد بمجرد ما تملكها تنطفي تنطفي، لكن حاجه اللي على مستوى الروح والجسد معا لما تملكها تتجدد زي الخمر يتعتق. عشان كده البلاد الغربيه اللي مشيت يا احبائي وراء الجسد فقط، وراء اشباع الغرائز والشهوات، وبقى ما فيش حاجه اسمها اسره ولا عيله، لا اسره ولا عيله. يعني انا شفت حاجه وانا في كندا استغربت عليها في التلفزيون، في بيطلعوا دكاتره نفسيين، والدكاتره النفسيين الناس بتتصل بهم مباشره وتسالهم. فواحده بتسال الدكتوره النفسانيه وبتقول لها بنتي كملت 17 سنه ولغايه دلوقتي مش راضيه تتصاحب على ولد، انا خايفه عليها تكون معقده ومريضه نفسيا، وتقول لها اعرضيها على دكتور نفساني. فنسبه الانتحار هناك اكبر نسبه. ليه بينتحروا؟ لان كل شهوه قريبه، جرب الشهوه دي وقرف منها، وجرب الشهوه دي وقرف منها، وجرب الشذوذ ده وقرف منه، وفي الاخر عمل ايه؟ قال لك اجرب الموت يمكن تكون بلذه. فقرف من الدنيا، قرف من الحياه، وبعدين ما عندهمش مشكله. واحده تخلف من غير جواز، الطفل تاخده الدوله، بيتربى في ملجا، بيتربى احسن تربيه، لكن فين حضن الام؟ فين عاطفه الاب؟ يطلع لا عارف اب ولا عارف ام، مفيش العاطفه، مفيش الابوه، مفيش الامومه، مفيش الحنيه، مفيش الحب، مفيش الانتماء. لان الاب والام حتى ما بيجهزوش لاولادهم حاجه، بمجرد سن 17 خلاص الدوله بتصرف عليه وتدي له مرتب وتدي له سكن ويسكن لوحده، ويديها سكن وتسكن لوحدها، تبقى الظروف ماشيه. كل الامور هذه يا احبائي قادت الانسان الى ان نسبة الانتحار في البلاد الغربية 29%. 29% يعني كل 100 واحد ينتحر 29، نسبات كبيرة قوي. فهنا يا احبائي لما يشوفوا الصورة، صورة غريبة، صورة غريبة ليه؟ لانهم فقدوا الحس. احنا اللي حطوا الكتاب المقدس دي قوانين. في بعض يجي يقول لك ايه؟ اصل دي وصايا كانت في العهد القديم واحنا في القرن 21 عصر التكنولوجيا. القوانين مالهاش دخل. القوانين عامله زي ايه؟ على زي الشريط بتاع القطر. زمان عملوا قطر بالفحم، بعد كده عملوا قطر بالديزل، بعد كده عملوا قطر بالسولر، بعد كده عملوا قطر بالكهرباء، ودلوقتي بيعملوا قطر بايه؟ الطاقة الذرية. القطرات اختلفت، لكن الشرطين اللي بيمشي عليهم القطر هم بتوع زمان، هم بتوع النهاردة.
لما نقول القطر الكهربائي احنا مش في عصر القطر اللي هو بالفحم، ونعوج شوية في الخطين المتوازيين الايمان والاعمال، هينقلب قطار حياتنا الروحي. القطر هينقلب وحياتنا هتبقى في حالة ضعف على طول وضياع. عشان كده هنا الكتاب المقدس بيقول عنهم انهم فقدوا الحس، اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وصلت النجاسة بيهم ان يمارسوا الجنس حتى مع القرود والحيوانات، ودخلت للانسان مرض الايدز والامراض النجسة والامراض الشريرة، وكل ده من الذهن المرفوض بتاع الانسان. هو ده اللي وصلت له البشرية، وهو ده اللي وصل له العقل المظلم. اما انتم حلوة فلم تتعلموا المسيح هكذا. الله، اما انتم فلم تتعلموا، مش المسيحية، لا انا مش عايز اكلمكم عن المسيحية، اتكلمنا كتير عن المسيحية. النهاردة عايزين نتكلم عن مين؟ عن المسيح. ايه يعني لم تتعلموا المسيح هكذا؟ يعني المسيح بقى انسان زيه زيك. لو كان في الجنس متعة كان ارتبط واتجوز واحدة واثنين وعشرة، ولو كان في المال متعة كان بقى اغنى واحد، ولو كان في الجاه والقصور والفخفخة كان بقى اكبر قصر في العالم هو قصر يسوع. مش احنا بنقول الناس اللي ربنا مديهم واغنياء ومتمتعين بالدنيا دول ناس ربنا راضي عنهم، والناس المنحوسين والفقراء واللي مقفلة في وشهم دول ناس ربنا غضبان عليهم؟ مش احنا بنقول كده؟ طب ايه رأيكم اكتر واحد رضي عنه الله واعلن رضاه هو المسيح؟ قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وسررت يعني رضيت. كان المفروض هذا الرضا يترجم بان يسوع يكون اغنى واحد في الارض، اتضح ان يسوع افقر فقير في الارض. فكلمة لم تتعلموا المسيح هكذا، يعني بص الحياة المسيح وشوفه كان ازاي. عندك اوضة ولو تحت سلم، عندك مخدة ولو معمولة من التبن ولا من القماش القديم المقطع، لكن هو ليس له اين يسند رأسه، ما عندوش، ماشي مفلس. شفت واحد في الدنيا يمشي ما تجيبوش ولا ملين، وراضي وفرحان، عمره ما عمل معجزة لنفسه. يقول عنه الكتاب المقدس افتقر وهو الغني، عشان يديكم فرصة ان تغتنوا ايضا بفقره. يعني انت اتعلم، انت لم تتعلموا المسيح هكذا. احيانا الواحد فيكم ينسى ويقول لك انا صعبان عليا من ربنا، ربنا غضبان عليا. ايه حبيبي اللي مخليك بتقول ان ربنا غضبان عليا؟ اصل بطلع من حفرة اقع في دحديرة، حياتي كلها مشاكل، شارب من كعاني، متمرر، متضايق، مفيش فرحة ليا تمت. هل انت تعلمت المسيح هكذا؟ هل تعلمت المسيح هكذا؟ مش تعلمت من المسيح. كلمة المسيح يعني حياته. اذا كانت حياة العود الاخضر، ان كان بيتك اوضة واحدة، قول يا سلام، ده انا اغنى من المسيح. ان كنت بتركب اوتوبيس وتقول غيره بيركب مثلا عربيات، وده سيدي كان بيركب الحمار الورد بتاعه، ده كان طول عمره بيمشي، ولما حب يركب الحمار عمل ايه؟ استنفه، بعت لواحد قال له السيد محتاج ليه؟ يعني ممكن تسلفني الحمار؟ حتى حمار ما عندك؟ لا عنده حمار ولا عنده مكان يتولد فيه. تصور لما يتولد في وسط البهايم، وسط الحيوانات. ده الطب بيقول لك ان اكتر حاجة بيقولوها للناس اللي عايشين في الصعيد والفلاحين، المرأة بيخافوا عليها من
الجراثيم والفيروسات اللي بتطلع من الروز بتاع البهايم بتجيب امراض للست الوالدة اللي بتتولد، واكتر حاجة بتجيلها منها حمة النفاس والامور دي كلها، وهو اتولد في وسط ده كله زور من ناحية وحمار من ناحية وتبن. ولكن هنا دي الصورة اللي يوريها لنا، يكفي ان يقول لك ولم يجدوا موضعا في الفندق، ملوش مكان. السين يسوع هيتولد مفيش مكان نقدر نديهولك تتولد فيه. طب يتولد فين؟ في حوش بتاع بهايم تحت، انزل تحت في حوش البهايم وتولد وسط البهايم وسط الحيوانات وابل ورمي. انتم لم تتعلموا المسيح. نفسي انكم تتعلموا المسيح، اركم شوية المسيحية من مبادئها وقوانينها. تقول لي ازاي اتعلم المسيح؟ يعني حط نفسك لو كنت مكان المسيح، كنت هترضى على نفسك لما يقول انك انت ولدت في مزود بقر؟ لما يقول انك انت ملكش بيت يكفي الحاجة اللي تقطع القلب؟ تقول ولما جاء المساء مضى كل انسان الى بيته. طب وانت يا يسوع؟ اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون. ما تروح بيتك، ماليش بيت، وقضى الليل كله مصليا. والجبال في الشتاء في اسرائيل درجة الحرارة فيها تحت الصفر، ولما يورد يعاني البرد ما خافش على نفسه. من خايف على مين؟ خايف علينا الصديق العظيم. ارسلني لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في السبت. ليه الشتاء؟ قال انا جربت لما كنت هتجمد، جربت البرد القارص. عشان كده هنا يا احبائي ان انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. ان كنتم قد سمعتموه يبقى لازم نتعلم المسيح، وبعدين نتعلم كلامه. سمعتموه وايه؟ وعلمتم فيه. ايه سمعتموه وعلمتم فيه؟ اصلي الوعاظ كتار، سهل جدا ان ارميا يقدر يوعظ عن التواضع، لكن صعب جدا ان ارميا يسلك في التواضع. الكلام سهل لكن الاعمال صعبة. لكن يسوع كان بيتكلم وبيعمل، يعني كلامه ينطبق على اعماله. الدليل قال لهم ان كنتم لا تصدقونني بسبب كلامي فصدقونني بسبب اعمالي، الاعمال اللي انت عملتها. فكل تعلمتم فيه يعني شفته. ما جاش المسيح وقال طوبى للمساكين وهو غني، وما قالش طوبى للحزانة وهو في قمة الافراح والليالي الملاح والحفلات. كل كلمة قالها عاشها، كل كلمة قالها عاشها. قريت قصة عجبتني عن واحد في روسيا الشيوعية حط مبادئ وقال المبادئ دي افضل من المبادئ المسيحية، وعمل مبادئ على درجة عالية اخلاقيات، وكتبها وعمل مدرسة وقال الناس كلها هتتبعني بسبب الحاجات العظيمة اللي انا عملتها. وبعد كده حط الرجل الكبير ده كل البراجرافات والدعوات للناس واعلن المبادئ بتاعته، وكتب ان مبادئه تفضل عن المبادئ المسيحية في كذا وفي كذا وفي كذا. وبعد كده محدش جاله، فهاد مستغرب. فبيقول له واحد، الرقابة مع واحد، بيقول له المبادئ بتاعتي مش شايف انها افضل من مبادئ المسيحية واسمى منها؟ فقال له تقريبا. قال له طب ليه الناس راحت الكنائس للمسيح في المبادئ اللي اقل من المبادئ بتاعته؟ فاللي انت حطيت لهم مبادئ لكن ما متش علشانهم، لكن المسيح حط لهم مبادئ ومات من اجل المبادئ. روح مات من اجل مبادئك واتسلب عشانهم واتذبح بدالهم، وهيحسوا انك انت فديتهم، هيقبلوا المبادئ
بتاعتك. احنا المسيح سمعناه وتعلمناه وشفنا حياته، قد ان كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، ان تجعلوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. هذا التخلص، معلش طولت عليكم شوية بس لازم اختم الحتة دي. ايه الانسان الفاسد السابق؟ الهيستوري بتاعك، التاريخ بتاعك، التاريخ بتاعك اللي انت عشته لغاية ما تلمست مع المسيح بسبب الغرور. بس تلاقي الانسان يقعد كده ويحكي الهيستوري بتاعه ويقول لك ايه، انا عملت وعملت وعملت وتصرفت، واصل كانت رؤيتي كذا، واصل كانت نظرتي كذا. فبيقول له يعني غرورك بيبين لك ان كل اللي انت عملته فاسد. بعدهم الحمد لله الكرة نجحت، الزرع جاب نتاج، الخير كتر، من النهاردة اهد المخازن بتاعتي وابتدي ابني مخازن جديدة تقضيني لسنين كتيرة. الكلام بتاعه مظبوط، الحزبة مظبوطة، الاكل اللي حطه والمخازن اللي عملها تقضي 50-60 سنة لقدام مع الحفظ اللي عمله. فقال كده انا كده اطمنيت. قال له ناقصة حاجة واحدة انت ما حسبتهاش. ايوه صح، عملت مخازن وتقضيك سنين كتيرة وايام كتيرة، بس ما حسبتش انت نفسك هتنتهي امتى. تعرف انك انت هتنتهي النهاردة، النهاردة ده انا لسه ما افتتحتش المخازن. قال له انت غني بس غبي. شال النقطة من فوق بتاعت النون وحطها له من تحت، وبدل ما يقول له يا غني قال له يا غبي، اليوم ستأخذ نفسك منك، انت ما حسبتهاش. احسب الحسبة، احنا لسه السنة دي في اول السنة، في ناس حبايبنا كنا نعرفهم وبنتعامل معاهم وبنسلم عليهم وبناخدهم في حضننا مدفونين دلوقتي تحت التراب، مانيش افضل منهم، في اصغر مني وراحوا وفي صحتهم احسن مني وراحت. كنت عايش للنهاردة واداني فرصة ان ادخل في 2008 عشان يديني فرصة، عشان ربنا يديني فرصة علشان ابتدي اعيش له، علشان انقب حوالين الزرعة بتاعتي ولا الشجرة بتاعت عمري احط زبل واقول له اتركها علشان تجيب الثمر بتاعها المطلوب. لازم نخلع الانسان العتيق الفاسد، يعني اخلي نفسك من تاريخك وقول الاشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. الله يباركنا بكل بركة سماوية ويحفظ حياتنا في الإيمان، يعطينا أن نعيش المسيح يسوع يعمل فينا.